طبعا أنا أتشرف بأن أكون اليوم وياكم بهذا الفصل الافتراضي، وسعيد جدا أن نكون احنا أعدنا حركة عجلة التعليم للكويت، واليوم يبقى أنتم شركائنا في هذه المرحلة التاريخية. بكلمات أبوية خاطب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي أبناءه الطلبة، معلنا استئناف عجلة التعليم لطلبة الصف الثاني عشر عن طريق التعليم عن بعد. اليوم هذا يوم تاريخي، أن تحدينا كل الصعاب وأعدنا على عجلة التعليم إلى الحراك من جديد، وأيضا أخذنا التعليم زاوية تربوية أخرى من التعليم التقليدي إلى التعليم عن طريق التعليم عن بعد. فكانت الجولة الصباحية بمشيئة الله موفقة. أنا أعتقد أن الآن نحن بحاجة للمتابعة الحثيثة ورصد التجربة بكل يعني مقاييس، وسنكون موضوعين وشفافين إلى أقصى درجة، بمعنى أن ننظر إلى بداية عام الدراسي الأكبر راح يكون يوم 4 أكتوبر. نحن الآن نستكمل عام 2019 أو 2020. آلية التقويم طبعا احنا كما اتخذنا القرار اليوم 16/7 اللي تم فيه إلغاء الاختبارات التحريرية لاستحالة عقدها وسط هذه الظروف، استعاضنا عن ذلك في التقويم المستمر من خلال المشاركة. لذلك عندنا 100 درجة قسمناها على الحضور والقياب والمشاركة والتقارير والتفاعل اللي موجود. 4 حصص افتراضية من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا للقسمين العلمي والأدبي وكذلك التعليم الديني وفق المنهج المعدل وفي ضوء آلية واضحة لتقييم الطلبة. كنا الحمد لله متواصلين على طول مع طلابنا والحمد لله، وكذلك مع معلميننا، وعملنا دورات تدريبية للمعلمين والحمد لله واجتازوها جميعهم طبعا، وكذلك الطلاب وشاركوا في العملية هذه في المنصة التعليمية أولا، بعدين بلشنا على نظام التيمز، والحمد لله أيضا تعلموا جميع المعلمين وكذلك جميع الطلاب. وأمس كان عندنا أيضا الساعة 8 بالليل حصة تدريبية لجميع الطلاب، والحمد لله كانت حضور متفاعل جدا قوي من قبل الطلاب. وكذلك أنتم لاحظتوا حاليا القاعات كلها شغالة، كل أخوان المدرسين موجودين في القاعات، والتواصل أيضا في مشاركة جدا جدا قوية من قبل الطلاب. وزارة التربية سعت جاهدة بكل كوادرها للحفاظ على صحة طلبتها وإيجاد آلية لإنصافهم في هذه المرحلة الدقيقة وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية. إذن تبقى أحلام طلبة الصف الثاني عشر معلقة وراء شاشات أجهزتهم الذكية إلى حين إعلان النتائج النهائية وانتقالهم لمرحلة جديدة من مشوار تحصيلهم العلمي. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.